ومعنا على الهاتف السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية، للحديث باستفاضة عن الدور المصري في إفريقيا. سعادة السفير، بعد التحية، برأيك ما هي أهم الرسائل التي تضمنتها كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام القمة الإفريقية الروسية؟ لا شك أن كلمة الرئيس كانت كلمة شاملة فيما يتعلق بتحقيق الأمن والاستقرار ودفع عملية التنمية بعيدا عن الاستقطاب الدولي الذي يتشهد العالم الآن، وأن تتأسس عملية السلام وحل الصراعات من جذورها على أساس المواثيق الدولية والقانون الدولي، وأن يكون هناك تضافر لكافة الجهود سواء على المستوى الإقليمي أو المستوى الدولي لحل القضايا الناشئة عن تداعيات أولا الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعيات المناخ وأيضا جائحة كورونا. ولا شك أن من بين هذه الأزمات التي برزت في كلمة السيد الرئيس هي أزمة الطاقة وأزمة الحبوب، والتي تحدث فيها السيد الرئيس عن كيفية التوصل إلى حلول لتسوية هذه الأزمة، خاصة أزمة الغذاء، بحيث يكون هناك يعني ما يمكن الدول الأفريقية من مواجهة هذه التحديات، خاصة فيما يتعلق بعملية التمويل اللازم ليس فقط لأزمة الغذاء وإنما أيضا لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها القارة الأفريقية والتي عانت منها منذ فترة طويلة حتى الآن. ومن هنا جاءت أيضا استجابة الجانب الروسي فيما يتعلق بما طرحه السيد الرئيس من قضايا وما وضعه من حلول، فجاءت كلمة الجانب الروسي في توضيح أهمية أن يكون للجانب للقارة الأفريقية صوت مسموع ومؤثر في ظل النظام الدولي الجديد المتعدد الأقطاب. صحيح. على أن تلعب روسيا دورا لتعزيز هذا الدور والتواجد الأفريقي في منظمات الدولية مثل مجلس الأمن. ثم أيضا يمكن هناك مهمة نقطة في غاية الأهمية، وهي المبادرة الوساطة التي حملتها الدول الأفريقية فيما يتعلق بالوساطة ومدى استجابة في تحديدا فيما يتعلق بهذه المبادرة الإفريقية، الدور الذي يمكن أن تسهم به مصر في حلحلة الأزمة الروسية الأوكرانية والمقترحات المصرية لحل هذه الأزمة. لا شك أن الجانب المصري كان أول من تحدث عن ضرورة وقف الحرب فيما يتعلق الأزمة الروسية الأوكرانية عندما في كوب 27 في شرم الشيخ نادى الرئيس عبد الفتاح السيسي ووجه النداء، وكان هناك استجابة من جانب المجتمع الدولي والمجتمعون بضرورة وقف الحرب، ثم ثلاثة مبادرات عديدة، ثم قامت مصر مع مجموعة من الدول الأفريقية وعددهم ستة تقريبا يعني مصر وخمس دول بطرح مبادرة لتسوية النزاع الروسي الأوكراني، وتحدث السيد الرئيس في هذا الشأن على ضرورة أن يكون هناك احترام لسيادة الدول وأمنها واستقرارها، وفي نفس الوقت مقاربة ذلك بمتطلبات الأمن القومي بالنسبة لكافة الأطراف. سعادة السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية، كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك.